ولمناقشة انقطاع الكهرباء في عدة محافظات عراقية والفشل الحكومي في حل الأزمة، أزمة إمداد الطاقة في البلاد، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام، أهلا ومرحبا. دكتور، انقطاع تام في منظومة إمداد الكهرباء في 5 محافظات جنوب ووسط البلاد، تزامناً مع إعلان الحكومة أن المنظومة الكهربائية وإمداد الطاقة سيشهد تحسناً، وهذا الكلام يتكرر في كل صيف تقريباً وفي كل مواسم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولمتابعيها والعاملين عليها. موضوع الكهرباء موضوع سياسي وليس موضوع اقتصادي، رغم أنه هو له الجانب الأكبر اقتصادي، لكن هو موضوع سياسي صرف، لأنه لا توجد نية لإعمار الكهرباء أو لإعادة الحياة إلى المواطن العراقي كما ينبغي، لأنه النية هي خدمة استمرار بمشروع تمويل إيران وشراء الغاز من إيران، برغم أنه لدينا مشاكل عملية مع إيران، ومنها ما تفضلتم به أنه إيران تمتنع عن تجهيز الغاز بسبب أو بآخر، عندما يكون هناك امرا سياسيا تريد ان تنفذه او تضغط على الشعب العراقي هنا وهناك، او تضغط على وكلائها وعملائها في العراق الذين ينفذون سياستها بامتياز. القضيه الاخرى هي ماذا قدمت وزاره الكهرباء والحكومات المتعاقبه من حلول لقضيه الكهرباء. قضيه الكهرباء هي ليست قضيه معقده من الناحيه الفنيه والهندسيه. العراقيون استطاعوا ان يعيدوا شبكات الكهرباء بنسبه تتجاوز 90% في فتره اقل من 6 أشهر بعد حرب الوحده. نعم. طيب لدينا كادر هندسي متمكن، لكن لا توجد الان رغبه في اعاده الكهرباء لاسباب قلت هذا قرار سياسي وليس قرار اقتصادي. نعم، قرار سياسي. وعدم وجود الامكانيه. طبعا عندما تتحدث الحكومة دكتور أنها خصصت 3 مليارات و600 مليون دولار من قانون الأمن الغذائي لأجل إصلاح قطاع الطاقة، يعني أين النتائج؟ هكذا يسأل المواطن. هي هذه أحد أبواب السرقة أخي الكريم، لأن الكهرباء مخصص لها أصلا مبالغ خيالية، لكن القضية لا تستثمر بشكل صحيح، ولا توجد تخطيط صحيح، ولا توجد نية أصلا لإعمار الكهرباء أو لتحسين الوضع الكهربائي. نحن في القطاع الهندسي نعلم كيف يتم إصلاح قطاع الكهرباء وكم يأخذ الوقت لو كانت هناك نية، وعملنا على هذا في السنوات ما قبل 2003 رغم الحصار. الآن كل شيء مفتوح وكل شيء مفقود، كل شيء هو مقابل للسرقة. وزارة الكهرباء أكبر قطاع بعد وزارة النفط يتم فيها سرقة المال المخصص للكهرباء، إضافة إلى الإهمال المتعمد في هذا الجانب. الجانب الآخر الإصرار على المحطات الغازية التي لا يوجد لها مواد أولية في العراق، الغاز اللي موجود في العراق لن يستثمر بشكل صحيح، ويجب أن نستورد الغاز من إيران، بينما نحن كما قلت في مرات عديدة بهذا الخصوص، نحن بلد نفطي ولدينا المواد الأولية التي يمكن أن نصمم او نستورد المحطات الكهربائيه اللي تعمل، لان كل دول العالم اللي هو القطع الثقيل من النفط اللي يسمونه هيفي فيول اويل اللي كان يستخدم في كل محطات. اذا لماذا يستمر اعتماد العراق على دكتور على ذكر الغاز، لماذا يستمر اعتماد العراق على الغاز الايراني لتشغيل المحطات الكهربائيه؟ هذا هو الربط الحقيقي. عندما قلت انه هذا هو مشروع سياسي يعني سياسي وليس مشروع اقتصادي، لأنه الحل سياسي، القائمين على العملية السياسية ينفذون ما تريده إيران، ويجب أن ندعم إيران بكل الوسائل. والغاز الإيراني لا يجد منفذ خير من العراق لكي يكون منفذ لتغطية كل الدعم للحرس الثوري الإيراني ومشاريع إيران الخارجية. وهناك تسريبات تقول أنه ما دفعه العراق ضمن هذا الغطاء سواء إلى إيران أو لوكلائها في المنطقة يتجاوز 200 مليار دولار. نعم. فإذا نحن أمام قضية هي لا تنسى أنه من قطاع الكهرباء أن المحافظات اللي ذكرتها 5 هو جزء من العقوبة الإيرانية، لأن هؤلاء أبناء هذه المحافظات خرجت
ضد المشروع الإيراني. إذن الربط واضح جدا، يعني لا يحتاج إلى ذكاء لكي نقول أنه هذا مشروع طيب إيراني. من ناحية أخرى، حتى هذا القطع طيب هو له علاقة بما تريده إيران. ماذا عن الاتفاقيات التي وقعها العراق مع الخليج وبعض البلدان العربية التي كانت تعد يعني نوعا ما حلا للمشكلة، لمشكلة الكهرباء والطاقة، ولكن يعني للأسف الشديد لم يلمس المواطنون أي خطوات في هذا الاتجاه؟ الاتفاقات مع الدول العربية حلول صحيحة وحلول وأرخص من بالنسبة للعراق، وتكلف العراق تقريبا ثلث ما تدفعه لإيران، ولكن لا توجد نية صادقة للارتباط بالمشروع العربي أو بالمشروع للربط العربي بالكهرباء، لأنه هذا يعني أنه إيران تخرج خارج حلقة التأثير بهذا القطاع، وبالتالي ولن ترى النور وستهون، لأنه هذه الاتفاقات ليست جديدة، وكل اتفاقات مع الدول العربية كانت تصل إلى أكثر من 5 سنوات إلى 10 سنوات، لكن لن ترى النور ولن ترى النور، لأنه القائمين على العملية يريدون إبقاء العراق على هذا الحال، وإيران هي التي تتحكم في الملف الاقتصادي بهذا الجانب، وإلا يعني عملية الربط مع السعودية مثلا المشروع المقترح ومع الأردن أو النظام مع المنظومة العربية لم يستغرق أكثر من بأسوأ حالاته سنة كاملة لكي يحل المشكلة ويكون الموضوع أقل كلفة وأكثر استقرارا، لكن أنا قلت القرار سياسي وليس القرار. طيب طالما أن القرار سياسي دكتور، نعم طالما أن القرار سياسي فكيف يمكن حل هذه المشكلة إذن؟ يعني هل حلها في مجيء حكومة ذات يعني قرار سياسي مستقل نوعا ما عن الارتهان الإيراني؟ هل حلها في وجود وزير قوي؟ ما الحل إذن؟ إلى متى يبقى المواطن العراقي رهين هذا القرار السياسي المتعلق بالطاقة والكهرباء؟ عندما يكون النظام السياسي لا يمتلك إرادته في اتخاذ القرار وهو مرهون لمن استعمله في هذا البلد، فبالتأكيد يكون هذا الحال لأنه إزالة هذا القدر الفاسد من على النار، والالتجاء إلى حكومة وطنية حقيقية تسعى لمصلحة الشعب العراقي وتفكر بالمواطن العراقي قبل ما تفكر في مصلحة من استعملها. عندما يكون القادمين مع المحتل الأمريكي هم متعددي الولاءات خارج العراق، هؤلاء لن يصلحوا شيئا في داخل العراق، والوضع اللي نحن فيه دليل واضح على ما نقول، نحن لا نتهم احدا بدون دليل، هذا الفساد وهذا الافساد وهذا الفشل الذريع في كل شيء، يعني لم يبقى عندنا لا صناعه ولا كهرباء ولا صحه ولا 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 ماذا ابقى في البلد، لان حتى الخدمات البسيطه الذين يسرقون المليارات، سرقة المليارات وتغطي الوطن العربي كله بالكهرباء ولن نرى الكهرباء. في 2012 قالوا سوف نصدر الكهرباء، وهذا الكلام موثق من وزير الكهرباء ورئيس الوزراء في ذلك الوقت. أين الكهرباء؟ لا زلنا نتكلم كل صيف وكل شتاء نتكلم ستتحسن الطاقة وستتحسن المنظومة الكهربائية وأضافت كذا، والنتيجة المواطن يعاني ولا توجد حلول ولن توجد حلول، لأن القضية ليست قضية شخصية وزير الكهرباء. نعم. القضية قضية سياسية مرتبطة بمشروع ومشروع موثق وجذوره مترسخة، لا يستطيع أحد أن يغيره، ومن يريد يغير هذا لن يكون وزير الكهرباء، هو يأتي عليه أن يأخذ راتبه ويصمت ويتحدث. شكرا دكتور. ولكن لا فعل على الواقع، أين واقع الكهرباء؟ كل الوزراء الكهرباء مع كل الاحترام لكل إنسان وطني شريف أراد أن يصلح، لكن ماذا قدموا؟ يقولوا لنا ماذا قدموا خلال السنوات الماضية؟ الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي من عمان، شكرا جزيلا لك.